احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، سكان قرية أسخر ببلدية أثجليل ولاية بجاية يقيمون الوزيعة أو تمشرط كما يعبر عنها محلياً، مولود ثقافي واجتماعي يعبر عن التمسك بالعادات والتقاليد السائدة في المنطقة. الوزيعة يانيو تقدمت لك الدارة يانيو واسم يدري الشفادية مزيانا وفاد تسيل الوزيعة من كل الموسم. الوزيعة تسود الهنا، تسود البركة، تسود سدو كلها مرة الغاشية فرح. نحن الوزيعة ذكرى المولد النبوي الشريف باش هذا ميه قال العباد باش الفرح العباد اللي فرحوا زوالي غادي يفرحوا مالكونتيا مالكونتيا تكديو زوالي البيتيس تذكر العباد. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بقرية أسخر مناسبة لتعميق قيم التكافل والتعاون، وهو ما تجسده جمعية زير أسخر بداية بجمع الأموال وشراء 6 عجول وذبحها قبل توزيعها لحما على سكان القرية دون تمييز. السنار تجميل سام قران سي لي مونبر لاسوسياسيون الواحد ويدا كيديف كان كيث افوس المعاونه سوا في الجيبنسن سوا في الراينسن العوايد ديال الجنسي ديال الجذوف النار نكمل كبريز الجذوف النار ان شاء الله السنار ديوين لهنا غادي غينيون عليك الدارس ايوا ينيون عن الاعش كومبلي وينيون الى الجيري كومبلي. تمشرط تقليد متجدر يعكس عرقة الهوية الجزائرية في بعضها الأمازيغي، لا يزال إلى اليوم يعمق أواصر التآزر ويجمع شمل العائلات وسط أجواء بهيجة تسودها الفرحة والسعادة، خاصة في مثل هذه المناسبات الدينية.